الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودرس استحي طبنات كم إذا دروس كتاب كان الأصول من علم الأصول وعين كل حجرني نهيقا وعين سواق هذا تعريف كيسا سيغديسا حكم كيسا والله بدنا عها ما يقتضي النهي المطلق يو دنا على بعضه أن النهي يقتضي الفساد والشيء هذي اللي سكنه أي شيء قاسين أي شيء فاسد. أصل كوحها صيغة النهي المطلق أين فائدة التحريم وحال كان مركا كشيء يا مصنف رحمه الله تعالى إن وحان تحريمها هنا يتصين كرتو صيغة النهي قرين الله صعطاء وصدى فائدين يساو جيتن. قال وقد يخرج إنو بحابا لأركا النهي نهي عن التحريم عن الدلالة تصينت على التحريم وتصير واصل كاه إلى معاني تصينتو دين وبحو معاني داسية أخرى كلا لدليل دليل أوي دليل كاسو يقتضي كإنسان ذلك معناها كلا أصل كوحوية نهيقو إنو تصيه تحريم لكن نهيق تحريم تصيه وحن ندوى نهيق مطلقة المجرد عن القرينة أما بس إلا سعطة قرينة تصينا إسا أن المراد به التحريم إن حاران تمين لولا تشيدو لكن هذه النهي يقول هي مقيد بقرينة قرينة إلا صعطة قرينة ذا سيئة تصنع إيسا إن أن تحريم لوغة تشيدين وحكا للوغة تشيدو قرينة ذا سيئة أصل كيعد إنو تحريم تصيئة وكسار إيسا وحانا يصار إيسا وحاية تصيئة نهي يقول لغو فسيرو لغو حمبارو فمن أوحا كم إذا معاني ذا نهي يقول تصيئة بالقرينة وكتصيئة الكراهة تبا كم إذا ومثلوا وحيو تصالين وتصالا وقدقين لذلك كاس وكراهدا بقوله صلى الله عليه وسلم قول كأولي النبي لا يمسن يانو طابان أحدكم مدكين ذكره حب كيسا بيمين مدكتيس يانو كطابان وهو يبول حال هو يسقو يبول وكاتشي فقد قال وحي لهدين الجمهور فقاد بدن كودو إن النهي نهيه هنا هلك النهي قال لا يمسنا اللي هو فعل مضارع لا نهي إلى حريداية للكراهة تبو هذا للدلالة تصين على الكراهة وتصيه تحريم تصين ما يه مس ذكر عند قضاء الحاجة باليمين ومكروه به لذين ومحي مركا قرينة ومحي قرينة قرينة لفظية بين لغون كرتا حكرا لغون كرتا قرينة معنوية لأن الذكر محايا لي حبنكو بضعة ووصلت من الإنسان إنسانك كمذا والحكمة أجدد من النهي نهي قال لي هاي لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه هو يبول تنزيه اليمينه وأميدك تاني لقد نوره لقى إلاليه والسخ دين لقى إلاليه marka nahyiga karaahada tusinaya xadiid ka bay tusaale uga dhigeen buuri wa mathalu banu yiri wa mithalu dhalika mu'ran musannif rahimahu allah ta'ala waxa wada marka inaan u tusaalaha ku qancin laakiin kitabkiisa sharhu almumti ala zaad almustaqni ina arintaas makruu ay tahay ba isaga laftiisu u sheegaya تصاليال كلانا وينك الشاقني ونهي اي لصعطو قرينة تصين اي سينا تحريم لوغت شايدين اي كرهان لوغت شايدين واحا تصالي مركاو اي نوغدقني استقبال القبلة واستدباره عند قضاء الحاجة كل اقوال بدن باكو شرطة لكن قولك حديثك كل مكرتاواك حديث ابي ايوب ايو حديث سلمان ايو حديث ابي ذر ايو ان هي ايه استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة هي حديث عبد الله بن عمر ولي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا على لبنتين
يقضي حاجته قاعدا على لبنتين مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. سنة بخاري مسلم باي وريين. وإن لرى هذا النهي هو للكراهة ودل التحريم يا رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا ما يهلين. وحكالو كم إذا النهي عن الكي وأنها أمتي عن الكي نبي قوحو النهي إن ليس قوه وليس قوه بدي طلبا للشفاء للتطبب استدوين ليس قوه. هذا رسولك عليه الصلاة والسلام أرن كان نوع عاسيه والسمي والسعد مركو ناو عمي وقوبي رسولك اللفتي سا بخاري وريي إن أنت سفاطمة رضي الله عنها مركي لغدا وعي دقال كي أحد قال كي رسولك عليه الصلاة والسلام لغدا وعي سوديق ويسوتهاقو عو أنت قبتبي مركا أي دول دكت تكال رسولك عليه الصلاة والسلام اسقبست وعكوش يغا شفاء كان الشفاء في شيء ففي ثلاث وحكم إذا لذعة بالنار ضب قفك تشعلك غسيه وكان يقولون للتحريم هاي بيتها ستو سنسا. الإرشاد معناها اللباد إنه يقول تصيه التحريم كأقبحا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ورسولك هذا الكيس وأكل لمعاد كوري لا تدعنها كتقين أن تقول إن اتلاد دوبورا كل صلاة صلاة كستد بديد اللهم يا الله أعني أكالمي على ذكرك حسك وشكرك مهدنقا وحسن عبادتك يا عبادة وناك إله يكالمين سفيا عن وناك سنكو عابده مركان ناهي قنو حيليه وللإرشاد ولا تدعن دوا نهي مركان ومحي قرينده دوين الدعاء يهي وحن رسولك عليه الصلاة والسلام وليه كتقن وين الدعاء يهي دعاء دلو حاصل وين مستحبته وانا يهين مركا واجب يفر لنا انا يهين يا صلوة. قال المصنف رحمه الله تعالى من يدخل يا سوغليا في الخطاب خطابك بالامر امر الغلا خطابي ادومها يو النهي نهي الغلا خطابي خطاب كوينغا هورو شيغني وخطاب الشارع بالك لو جيدا خطاب شارعنا وكلام الله سبحانه وتعالى وما يستند اليه من الادله وهذا الكيلاهي يوحى هذا الكيلاهي عسك ذي كتير السن أدلة الأحكام السنة هي إجماع هي قياس كي كولا متكا مركا خطاب شارع هي سوق لي وخطاب كاسو كوة شهي والله قربا وحا خطاب كاسو حبارسي هي إنوه قانسمو أو فليو الذي كي يدخل قليا في الخطاب خطابك بالأمر أمر الله الأولى خطابي يو النهي نهي هو يسقى المكلف وهي المكلف الذي يدخل في الخطاب والمكلف معنى الأمر والنهي الواردان في الأدلة متوجهان إلى المكلفين أمرك هي النهي كسا أراري كتابك هي السنة عدة يكوة شهيهين إلا قربه مركا اي مقلام بين فليان وحال امري يو وحال قلنا هي كتجستي سبا وددك مكلفين تا مكلف الدبياع وهو مكلف كالبالغ وكقانقار كالعاقل امير كقبه وشروط التكليف بالر هذا البلوغ والعقل شروط التكليف كورين تا ويكبد انت هاي لنعكلها دي لو رقنا لبدا العكس يقود هو من موانع التكليف والصبا مع الصغر ومن موانع من موانع التكليف وكذلك الجنون ومن موانع التكليف يقول هذا الاسكوا فقسي هي مركا مكلف ماها المهير ان غان غارين هدو يمدا ولي قرات سما بالاتفاق بلا خلاف هدو يهي ميدان غان غارين لكن قرات صدينا خلاف ما كتير جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء واحد هذين مكلف معه علماء قار كودو مركايري مره دي وقرات صدو يعني قان قارن بيه ومكلف نواتشرا وحديث كي صلاة عرورتك صاب صنا حجيستي يقار صلاة دارنتك وقار يليبا مرى أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبعين
وضربوهم عليهم أبناء عشر. وحلو يقان مركا بلوقة مقان قار كنا على مضو أي الشريعة أي شيء على مضو سنوة كوا كتب تفقه لغو دكتور شردق الله بعد مركا تكليف كولينا والعقل مركا قفك والاني مكلف معها حالة سوء عليه قال إن كوالغا كريالي رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق عن السبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ حديث كإمام أحمد يا أصحاب السنن الأربعة أي وريين وحر فخرج وحكب حي ومكلف لماذا كب حي بقولنا قول كأنه وحكب حي نري البالغ وهي مكلفكم الصغير وكب حي والصغيركم مكلف ما يسوى ولا يتعلق به أمر ولا نهي أمر ينهيتونكم التعلق فلا يكلف المكلف فيما بالأمر أمر كي والنهي تكليف المكلف فيما يكلف مساويا لصما لتكليف البالغ قانقار كا كلف استيس وبمعنى قفك قانقار كا كلف است المكلف بالأمر والنهي أحكام بكرة تبان طواه وحيل الأمر يدو كتغين وآثم يهي وحيل لو ديد يدو سميين إن وآثم يهي ساسو كالد عقوبات دنيوية بكرة تبان ka qaangaarka ay ka tagista oo ka tago wixii la amray ama sameynta uu sameeyo wixii loo diiday marka hatta kaan qaangaarin imumayiska wax la amray waxna loo diidayo takliifkiisa waxyaaba noocaasi kama ratimayaan oo ma takliifan musaawiya li takliif al baligh walakinna wasay shay umar wa hal amraya bil ibadati ba la amraya kaan qaangaarin أمر كلا أمر يعني أنا وأمر تدريب وتمرين وهي أمر التكليف معها عند جمهور العلماء أمر لوجت شيء ده وهي إلا تببر الله لا يليه ما أمر لوجت شيء ده إلا كلفه الله مشقيه وعقوبات يو حي كذا لنا يعني أديه كتره ولكنه أسير شيء أمره حلا أمر يبي العبادات ولا أمر يبعد التمييز مركو جرات صدق كذي تمرين له ليل الليل أيه السجى أوجد وعلى الطاعة طاعة عبادة الغول ليل أيه الغوتها بريء ويمنع والوديدية من المعاصي بالوديدية كان قان قارن ومحل وجوديدية ما إنه مكلف يا أيه السجى حران كتهاي ما يعني وليعتاد سوء وقع هذا دكتور الكفة كيستاج عنها يده كيستاجه ويسكد أيه مركان النبي عليه الصلاة والسلام وكيش يجع عرورته إن صلاة الله فرمروا أبناءكم بالصلاة للسبع وضربوهم عليها لعشر أولادي إن الصلاة فرى مركان تدوبة جرسدان تدبضن وحى الله قول حرين لأنه إن تبضن وفق ودو تدوبة جرسدان وقرات صدا حكمكم مركان وحى معلقة كوية هيوى التمييز سبعادنا وحى الله شيء ومذنة التمييز وما شاء الله في لي الله بدينا يقف كميركو جاره إنه جراتس لكن إذا تدوب تشري هاي وأنا ولي جراتسن لفري ما يو سرادة تدوبه هرتيد هدو جراتس ده نساس وكاله ولا فريه وضربوهم عليه على عشرين تو من كميركو جاران سال الله أنت كجراع ضرب قال سنة ضربه تعذيب وعقاب معه وضربه تأديب وي ولا إدبنية وحا لغا لا دغالميا سلااندا سي انو ايدو اوغو وينان سلااندا waxa weeyaan aanu ula qabsan in waxyaabo xun xun laga celinayo caruurta yar yar waxa uu daliila xadiidki Xuseyn ibn Cali Xasan ibn Cali nabiga kaleey salaatu salaam timirta sadaqada u diide afkiisa ka saare kakhin kakhin والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعلم أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد من أن صدقة النبي محمد هي قرابة السبع إن الحاران وحوياني كطايا طيب ولكن لو مدن لشنكر حديث كاس وكلاء إنه مكلف يا هاي ويدل لذا كلاء يا كعد إن قال إنك الله يكر يا لي إلا وقان قاري وعن السبي حتى يبلغ في رواية حتى يحتلم وأنا أسكم عنه لو كان قريب
وخرجت وحا كبحي ومكلف ككبحي بقولنا كبحي العاقل أي نري ومكلف أنا هاي نسقو المجنون كوالا فلا يكلف لقوم كلف بالأمر أمر كي والنهي ولكنه صي شيء منع ولودي إذا قف كوالا مما شيء يكون وهاني في دحدي ستعد حد قدب على غير عدك لو كعد قدب أو إفساد أما وكتشرا خربس وخربي وبابينيو ولو فعلها دو سمية كوالاني المامور به وحي الأمري ضدك مكلفين توحي الأمري لم يصح عن سحمان من ويسا كان سحمايو الفعل الصمين تاس ويولي عدم قصد الامتثال هو قانسا وقصد انتهد أيان شرين منه حقيس بمعنى أنك شرين لعدم قصد الامتثال وهو قانسا وقصد انتي وايست اللواية منه يستغل لقوايا وقت وإلماها ير أيان قراتسا يوقف كوين أي والا أي أسكو حكمة ودي عبادات كوحا شرد وقصد الامتثال قفك نقصة مايه يدون يدي صايتين وهو جانسمو أمرك شارع مركا عقلي وقصدي كلا إيمان الله با كوالا كمغان وكذلك كير أن قراتس لكن كير أمير كقبا أن قراتس دي سكا عبادات كياري كوة تشمل لكن ولقا قبليا وكان صحيا مركا حجك لقر يبو يسكو حتى كان قراتس وكان صحيا إنك استوانو كقد عاين فرال كانوا كقد عاهين وحجكي سنون ونغنيو مركا واحد وران كرتا وايهاي مرهدي وقصد اللي يهاي كير اقرات صدي حام مكلف لو قد يقوهي وحام مكلف لو قد يقوهي عقلي سمو دما استرمين يعني عقلي يقرات وليه لكن ما دما استرمين وما قادين هير عقلي ساسي مكلف لو قد يقرأ واي واحد دبال السويدين كرا سكدة هي حقوق ده مالكة وحفق هذا الشيغان وده قول جمهور العلماء علماء قاركون ده جماعه كسوان نقليان قفك والا يقفك يربى إن مال كود اللي بدأ السباة يكوى تشبيا مركاها الدين اللي يلي مكلف معها كي والا يكيران قان قارن سيدابا مركا حقوق ده مالكة هي حلو ده يكوى تشبيس وكذلك وحال الله ميدا وحلو يقانو ضمان المتلفات وحي بابيان مقدوغيس وقفك والان هدو قف ديلو دي مقدوغي والربا قصاص دو يكرا عيسا وكذلك كير حولد دليين هدو بابيان مقدوغي والربا مركا دان مكلف عين سيبا ضمان وقوة اتشمية تاسو كتشواب يا وحويري ولا يريد صواروري مايو على هذا كان اينو الشيقنا يو قفك والان يقفك يرقان قاعدينان مكلفين هين إيجاب الزكاة كسأروري مايو سكذا واجبين تيد يوال حقوق حقوق دي واجبين تيد حقوق دي المالية تهايد مد مالك اللو تيري في مالي الصغير لقو واجبية كير حوريس على الصغير هذا مؤران حوري في مالي الصغير وحولها بحنتو عدة كو واجبيسا كير معها ايوا ولي وكمسؤول كاك مركان مالك يسينو كبحي واجب كون غرص يوال مجنون ايو في مال المجنون ايو كوال حوريس اشكال كاسي نقول نقول ما يبو ليه ولينما اوران كارو سويدين كييري قف كوالا ايو كيران قان قارين مكلفين ما حدا نستيباد اللي دين حقوق دا مالك زكائي النفقات وحيابالي مالكو دا ويكوها تشميس لأن إجابة هذه محايا ليتن واجبين تيدو حقوق دا مالك واجبين تيدو مربوط الواميد كحرم بأسباب أسباب معينة مثل عيما والحدي ومتى وجدت مركة ليلة أسبابتها ثبت الحكم حكم كو الصغمية فهي حقوق دا مالك منظور ممد لإيقية فيها دحديد إلى الصابي سابتا لإيقية لا إلى الفاعلي وفك وحن صمين أي لإيقي مايو مركا معنو حوية حقوق دا مالك iyo waxa loo yaqaano ضمان المتلفات ku waxa ugu waajibayaan مال الصغير والمجنون لانه ومن الاحكام الوضعيه وسببته
qofkan waalani hadduu la yimi itlaaf falitlaafu saabu lildamaan, faacilka itlaafka sameeyey kuu doonaya ha noqdo, ha waalaado, ha miir qabo, ha yaraado, ha qaan gaadho. Marka waa min baabi alaxkaam alwadciya. Alaxkaam alwadciyana laa takhtasu bilmukallafiin bal hiya caamatun fi lmukallafiina waghayrihim. Axkaam alwadciyana mukallafiinta kuma gaara, dadka mukallafiinta iyo kuwa kaleba way ku tacalluqdaa. Marka waa kaa sheekhu waa min baabi sawaab. Wakadalika maalku inuu nisaab gaadhaa waa sababun liwujuubi zakaati fiih, waxay sabab u tahay inay maalka zaka ay ku waajibto. Sababtuna dee waa min alaxkaam alwadciya. Marka mar haddii sababtaa la helo musababkiina waa la helaya, oo nisaabku waa sabab, musababkuna wujuubu zakaati fi lmaal, iyadoo la eeginba faacilka ama almaalik ka xoolaha iska leh. Oo ilaahay subxaana wa tacaala maalka ayuu ku waajibiyey zakada, idaa balaga nisaaban, oo sababtaa leh min gayri nadarin ilaa maaliki lmaal, iyadoon la eegin qofka maalka iska leh. waxaana taa tusinaya xadiidu ibni cabaas fi qisati mucaad fa akhbirhum ana allaha subxaana wa tacaala awjaba zakaatan fi amwaalihim fi amwaalihim. Lafdigaasu xadiidku soo arooray tuakhadu min aghniyaihim waturaddu calaa fuqaraa'ihim, iyo khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum. Ya adilada lamidka ta kale waa ijmaacu saxaabu, gayru waaxid min asaxaabay ka sugnaatay maalu sagiir inay saka ay ku waajibto mar hadduu nisaab gaadho sabab wujuubi zakaa la helo. صحابة أنت سيكا سبنات ويبدين عمر بن الخطاب كميدة عبد الله بن عمر كميدة جابر بن عبد الله أنت كحزته عائشة رضي الله عنها وغيره من الصحابة إذ صحابة كميدة أو تري سيكا كما واجب يسو في مال الصغير والمجنونين لما هي بيرا دين أهل العلم رحمة الله عليه. مركا وحيابها من باب الأسباب وأحكام توضعها كميدة سيدا وجوب الزكاة في مال السبي والصغير إذا وجد صاب ذلك وبلوغ المال النصاب يضمان المتلفات هي تاسوا من باب الأحكام الوضعية. وفاعل كلمة إيجيو يو مالك يو حاس يو حال إيجيو صابتي مال هالي صابتي مال كنسكا يقوى تشبيل يد مال هالي وبلوغ المال نصابا خلاص مال كاسكا ويقوى تشبيسا وفكا إسكالي مكلفا نغضا مكلف يا نغضا. والأسباب نوع من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية تتعلق بالمكلفين وبغيرهم. ضمان المتلفات نوع أساس وكله، والإتلاف بابين توقفك بابية نفسا أو ما دون نفس أو مالا وحويا سبب للضمان. والصواب نوع من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية تتعلق بالمكلفين وبغيرهم. نعم. وحوري والتكليف كلفيست بالأمر أمر ليس كلفي والنهي شامل وامد عام كوا كوبصري للمسلمين مسلمين تي والكفار يا كفار. لكن الكافر سي شقال كلا يسوح عن صح ما منه يسا كان صح ما يوم فعل المأمور به وحي ليس أمر السمين تي حال كفره كان صح ما يوم في حال كفر حال دا وقال كياي. وكان مسلدا culimmadu ay u sameeyaan ciwaanka kale oo ah hal ilkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariica, ciwaankeedu waa kaa kutubta usuulka ay ku leedahay. Gaaladu mayin kuwa lagula khitaabay furuuc shariica. Intaynan su-aashaa jawaabteeda gaadhin, waxaan leenahay awalan ma almaqsuud bifuruuci shariica, furuuci shariica maxaa loogala jeeda? Almaqsuud bifuruuci shariicati hunaa maa cadaa maa yadkhulu bihi almar'u fi ddiin, waxa qofku muslim ku noqonaya diinta uu ku soo gelaya wixii ka hadha weeye. Oo qofku muxuu diinta ku soo galaa? Daa yantiqa bishahaadatayn, taasi inay mukallafiin ku yihiin waa bilaa khilaaf. Maa yakunuuna bihi muslimiin hum mukallafuuna bihi itifaaqan wa bilaa khilaafin, waa inay shahaadatayn kii la yimaadaan.
iyadee waxyaabaha shahaadateynka dadka qaarkood waxba u raaci kara, oo ninku hadduu yahay dee mushrik aan diin kale marka hore aan haysan, yakfiihi aw yakfi fi islaamihi atalafud bishahaadateyn, shahaadateynka ku dhawaaqa ayaa ku filan. Laakiin araayta low kaana nasraaniyan, ka war hadduu nasraani marka hore ahaa muctaqidan أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، لا يكفيه أن ينطق بالشهادتين، كما في الليل الشهادتين كنا وقوقنا، بل لابد مع ذلك أن يقول وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وإنه أنت الراعية سو مسلم وحويان ونغو كورن هدي مركي أوري وآمسنا نبي محمد إنه يا الرسول إلهي وصادري، لكنه يا الرسول عربت وقول إلهي وصادري، وإن اعتقاد كي ساسي وحدد كوا وكسور شيء ده وإنه كنا واقع سينو يرادو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى الناس كافة تاسو كلوين راعية maalin dhaweyd baan masaajid kula kulmay nin kristaan ahaan jiray oo islaamaya, waan kulan dadna shahaadateynka u qaba baa la yiguuri. Marka intaasaan raaciyay kristaan marka hore ahaa, marka shahaada u qabanaya waxaa tilaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamedan rasuulullah waashhadu anna ciisa cabdullaahi warasuulu. Intaa dambaa fajicisa ku noqotay dadkii masaajidka fadhiyey qaarkood. قاركودنا اعتراض بموتشين واحد هذين ورئيس وكانوا كسو كحيرين حق يودي بيقول علي وذاتك وكانوا كسو حرق لين إليه سو كان دي بيقول علي مركا وكل أقول لا أنت صواب إيسا عيسى كما سو حرق لين إنه نبي عيسى أدو النمدي إيسا إيا الرسول النمدي إيسا إنو الرمايا إسلام النمدي إيسا وكحرم وقفك النبي عيسى أنو أهمسنا إنو أدو إلهيها مسلمها كانوا أمسنين الرسول إلهي أنا مسلمها إلى الإيمان بالرسل أيا كم إذا أركان الإيمان الست، والإيمان بمحمد وقرامها رسول شعرا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته وكتبه ورسوله وتص قف كان صابتا نقول راعينا معها ina aynu de kufrigiisi hore ku deeyneynay kufrigi markii hore wuxuu aaminsanaa iqtiqaadkiisa keensanaya wuxuu aaminsanaa ciise inuu ilaahay ama saddex ilaahay mid koodin yahay ama inaan ilaahay inuu yahay marka hadalkan iqtiqaadkaasa meesha laga saaraya xadiithu ubaad ibn saamit nawad garna saali cadiim ka ahay usulu al-i'tiqad oo dhameey ku rusareed ee nagu soo maray waxa weeyaan kitabu at-tawhid baa fadlu at-tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق حديث كاسنوات قرارسة. طيب مركا فروع ذا محل وقتش إذا وينه بسلا ساتين لقى شيء قف كوح مسلم كنا قونا يوحى كسو هارون لنبال وقتش إذا سواء كانت مسائل اعتقادية أو مسائل عملية وحي مسلم كنا قولي مكلف بكويه وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا طيبة إن مكلفين كويه وبالإجماع وحي مسلم أي هذا كنا واقي لهايين أي كنا قول لهايين وحي كصوهرة مركا أي كفار تيهين مكلفين مكويين سؤال شو أتحس واي وحل يسكوا فقسية هاي ويدون مثلا بعض اللي يسكوا فقسية هذه تشير مسائلها تحرير محل النزاع بعد القصمة تحرير محل النزاع صار القصمة يعني وحوي مثلا ده هرت أنت هيدا اللي يسكوا فقسية ما مال يسكوا كثيرية كده من وحل الله صهارة أنت اللي يسكوا خلاف سي أنت اللي يسكوا خلاف سي وجو الاختلاف كلاموتشيا سال يسكوا خلاف سال يري سان وليري كدبنا مختلفين تمحي دليل شدين كان محود دليل شدين كان محود دليل شدين كدبنا حلوي مادة ترجيح كيبات دليل كيسو حوق بديه يا لوي مادة
مركا مسألة كليدة على سكوخ الأفسرين وحوية أنهم لا يطالبون بفروع الشريعة في حال كفرهم. مركا إقالة يهين فروع الشريعة على قدل بمايو وقال كان سوى إسلامين دا ينتين وطاقنوا إلى خروج وقوب أحنا كورن مينو ورسلادتكو إلهي كبقوا وربشي روان بسوق شيء الصور روادي قال العقد هايستي حوق قاير ذو حاجكتك وحال قورن مين لأنها لا تصح منه كمان صحيصة ووحي يكون صحيح الله إذا صحيح الشرط قوى الإسلام لماذا؟ يا كما قال وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله بتاس. قطعنا لسكو خلاف سنة حال لسكو خلاف سنة يا هاي ومسالة دان مركا نحر كيد وياه نحر كيد وحويه يعني هل يترتب على تركهم لفروع الشريعة إثم زائد على إثم الكفر يستحقون به عقابا زائدا على العقاب الذي يستحقون به الكفر كتجس دايك تقال فروع الشريعة بكدن بابين دم بديرات كي كدن بابين قال لمدون هذه قال لمدون كل انتان سه فروع الشريعة أي كتجان مكون متيسنا يعني عقاب نيرات كع عقاب كيكون متيستين قال لماذا وهل الكفار يتفاوتون في العذاب قال هذا قال ما كل انت عذاب كم كسمين مس عذاب ك وكل صريان وكل دوين وكل عذاب بدين مس ايش نوع عصا يا كرت مز طيب مركا وحو يري شيخ رحمه الله تعالى سوق مساله سكه ضلايه والتكليف تكليفك بالامر امرك ليس كلفي ونا شامل وامد كوبسن للمسلمين والمسلمين تي والكفار قالده مركا محو رجع هلك شيخه ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه مكلفين بها فروع الشريعه ده لغله خطابي او امر ينهي الهي كل خطابي ومكلفين يكون في حال كفرهم لكن الكافر سيئ شاق قال كلاي سبحان سحما منه يسوى كان سحما في علم أمور بيه وحيلا أمره سمينتيس حال كفري كان سحما ولا يطالب فعل المأمور به لقد نضل بما يوحيلا أمره إنه سمين لقوله تعالى بود الله وما منعهم ومدي دين أن تقبل إلا أقبل منهم يقين لقى أقبل نفقاتهم صدقات كودي إلا أنهم يقول إن يهين مويان كفر وقالوا بالله إلهي قالوا بي برسولك قالوا بي قال جماعة قبلين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولا يؤمر لمن أمر أيوه أمسا إيش كالي إذا لسكوا فقسي محل لزاعة كتشرين بقضائه وحي الله أمري قال لي سلام أمر أيوه إذا السلام مركو إسلام والله مركو صوى إسلام إذا تانوا لسكوا فقسي وقال لكم مركو صلى السلام الله أوران ما هي أنت أتقال كايت صلاة هي الصوم يوحي كاتك أوران قال له هذا مكلف مركو ركوها هذا السمينة لقم أقبلهين حق الله لأوران وهي حق الله لأوران وهي ترغيب الله في الإسلام إسلام لماذا لك على السينية وهذا لأوران الله كي تضبات كان سندود قال كي تضبات كان سندود واجبات كودي قال له هذا لك أرهبا أرنت نوع عسي إسلام لماذا كيري لهيد لقوله تعالى بود الله يقولوا حتى للذين كوحد كتر كفروا قالوا بي إن ينتوى عبدالي قال لماذا كهران إسلامان يغفر لهم والله عافي ما قد سلف وحي هري ومحايا ترك واجب أو ارتكاب محرم وهي حاران سميين لوقبا مايو سيدا صوك لو وحي أي واجب كتغينا لوقب سن مايو وقلية الأرن مايو لقرع عقابي مايو الإسلام حديث كون صعبا وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ولي لعمر بن العاص أما علمت ميانا دوغين عمرو يا عمر عمرو ميانا دوغين أن الإسلام إسلام كو يهدم إلو الدميو ما شيء كان هذا قبله فعل مثل السمية قبله إسلام لماذا هرتي مثل السمية أرنك يا هذا وإنما يعاقب وتندب الثمرة ذكرنا ليس خلافك وصحاب سنة للكفار مكلفون بفروع الشريعة
عدي تري مركوا مكلفون بفروع الشريعة بحي ليهين وحي ليهين لقوم عقابي على ترك الكفر أو قرى وحلقوا عقابي على ترك الكفر وعلى ترك فروع الشريعة ويعاقبون على ترك فروع الشريعة عقابا زائدا على العقاب بالكفر وحلقوا عقابي كتقيست كتقين فروع الشريعة عقاب ديرات كعقاب كلقوا عقابي كفرك كفرك السابتي وحلو وين ما يعاقبوا ولا عقاب يا كافرك على تركه فرع الشريعة التجسد وكتك على عقابه إذا ما تواهدوا دينت على الكفر دو قال لي ماذا كل دينته مركا محاو الدليل إن كفار تؤيين مكلفون بفروع الشريعة وحاو الدليل مركا كوبات عمو الأدلة التي فيها الخطاب بالأمر والنهي عام لماذا الدلالة هاي كتيرتو خطاب مكلفين تلقوا خطابي أمر هي النهي لقوا خطابي وعام في حق الكافر والمسلم وهناك أدلة خاصة وحكروا كتيرتو أدلة قارة وتلمام إيسان لقوا عقابي وحيابة أن قال لماذا عين وعقاب كان قال لماذا أن لقوا توجي منها قول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون كوا أيضا لقوا شاقات جمع بين أمرين وحي جمعيين لبارهمات الأمر الأول هو محي الكفر الأمر الثاني هو محي أرنك الله بدنا سد عن سبيل الله وإن إدتك وضدي حق وفريستين وحق إيك عليين مركا إلهي سبحانه وتعالى وعطل مامي إن كوا عذاب له سيادي زدناهم عذابا بسبب سدهم عن سبيل الله فوق العذاب الذي استحقوا به الكفر وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص وكولا ما علمت مياند أغين يا عمر عمرو أن الإسلام إسلامكم يهدم إنه الدمية ما كان قبله وإنما يعاقبه وحلقوا عقابا يا أم كافر كي على تركه كتجسد وكتجا فروع الشريعة ده على يعني تركه المذكور أو فروع الشريعة إذا ما تهديوا دينتوي على الكفر وكل دينتوا مركان مثل ده خلاف كان كرر تب ما يسئات كأم وقطع وتعس وقال كي مركا وقال ماذا كل دينتوا قال لماذا يوم بالقوا عقابا يا ميسك كتجسد وكتجي فروع الشريعة والقوع عقابية عقاب ديارات كا عقاب كي قال لماذا القوع عقابية مركّب واحد من الأدلة واحد تلمانتين القوع عقابية دمبيه ذا كله لفتود والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون لبد دمبي بيسمين دمبيه كباد وقال لهم الذين كفروا دمبي قال بعضنا وسدوا الناس عن الحق وسدوا عن سبيل الله مركا إلا يحتل ما يكون عقاب لو سيادي بسبب سدهم عن سبيل الله زدناهم عذابا أي بسبب سدهم عن سبيل الله فوق العذاب الذي استحقوا به الكفر بما كانوا يفسدون وسدوا الناس عن سبيل الله أي أرلد كفر سهاديين لقوله تعالى بلو الدليل كلا وحاو الدليل إن لقو عقاب أيو كتقستي أي كتقين فروع الشريعة عقاب ليرات كا عقاب كي قال لماذا يكون متيستين إلى هاي ويري عن جواب المجرمين جواب مجرمين تجواب تود وكيري إذا سئلوا مركا لويديو ما سلككم محايد قلية في سقراء نار تاس قرام حايدين قالي قالوا واحد هذا لم نكن معنا من المصلين قوة كذا كمان المضاعين والدنبيه دي بترنا إلى نار تاكم تيستين ولم نكن كمان ولم نكن معنا نحن نطعمنا نقودنا المسكينة والحقوق المالية الواجبة ما نحن بحنشرين سكاة نقطة أما نقطة كفارة دي فيديوين يحيوالا متكا وكنا واحد نخوض إلى نحن بالنا الباطلة مع الخائضين وحلبون اسكجهد لتشيرني حلبون اسكسمين تشيرني
كنا واحد نكذبنا بيننا بيوم الدين ويوم القيامة حتى أتانا إلا ونويمي على يقينه يقينتي إلا عينوتيمي تاسا نسكودنا إلا أنو قيريونا أنو كدمنا مركا أيضا وحيت المامين أنهم استحقوا عقاب الآخرة بالاعتقاد الكفري إن عقابك آخركم متيستين عقيدة قال لي ما وتكذيب يوم القيامة كنا نكذب بيوم الدين وكذلك إن يكون متيستين بالعمل عمل كاس والله بنوعة ترك واجب الصلاة دي هي إنفاق واجب كها هي فعل محرم حران السمينتي والخوض في كل باطل ها مركا إلهي سبحانه وتعالى دي وركودا سادو بين يهاي التلوان صلاة الله أنتي إيو سكلا أنتي يلغو عقابي بعد الكيكوها الكرير أي سمين كرين إلهي أنتو ينوسو وريا ونسيدي سو مدعيين ربي وحور الله حكمة كرانا قال لما دوبالي دكو عقابي طيب وهذا بإشكالك سؤال وريا وياي إذا كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لماذا يخص الله سبحانه وتعالى في الخطاب بالأمر والنهي لماذا يخص الله المؤمنين في الخطاب بالأمر والنهي هذه الكفار مكلفين بفروع الشريعة مركا إلى أي أمر ينهي ذاتك وكلها ضلايا حو مؤمنين توقاريها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يا أيها الناس بحال ورواي أيه ها ما اللي مخاطبين وين بحال يقول خطابي وعي مؤمنين تقول بحال يقول خطابي أيه ما خطابك سحد وديده يا مانع لكن حاله يقول خطابي واي هيا وخطاب التشريف لا تخصيص ما ها الرمان إن يقول لك الربا مؤمنين تقرأ تذكر دم بوا لك الربا مد مركا حد السميل لي يمد للي وحي كهرية أصل كوايو إسلام لماذا دعت سمعي كدي بنا كد سمعي لكن هو خطاب التشريف كوار واشر فتال شرف يا سيدة اللويري قال رحمه الله موانع التكليف الكم حكا قال لي وحيابها قفك أدي دائر ونقضى مكلف مسقطات التكليف قفك كردة تكليفك قال للتكليف التكليفك التكليف كوامح الخطاب بأمرنا ونهينا ورين وصارقنا للتكليف التكليف كموانع باو الصغن وحيابة ديدة وقفك المكلف نقضة ديدة منها وحكم ذا موانع ذا الجهل باكم ذا عدم العلم والنسيان إلا باكم ذا والإكراه باكم ذا الدرقين تعمى خصبتان قفك لخصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إلهي تجاوز وأكرنا في عن أمتي أمضي ذا الخطأ كما يعني وحانا وكسن كما إلهي وكناف والنسيان إلا وانا وكناف وما استكروا عليه وحمرك الوخص بنا إلهي وكناف رواه ابن ماجه والبيهقي ولو الشواهد وعليه مرخاتيال من الكتاب قرآن كمدية والسنة وتدل تصين إيسا على صحته تصين إيسا صحتان كيس حديث كريم عن صحيح مركا اللفظ قال الشيخ حديث كسؤال وريبا كالصحة إن الله تجاوز رفع عن أمتي اللفظ قال مركا حديثك كمو أنصحي وحكى له الشيخ ويري وله شواهد من الكتاب والسنة وهي حديثك أسانيد ديسو أسانيد سليمة أمها لكن يصيح بشواهده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سو شيء قوي إنك قرآن هي السنة بحديث كانوا مرخات فريه
قرآنك وحكم إذا قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ماذا قال الله كما في مسلم قد فعلت كمسلمين تو إلهي ساكبرينا إرادين إله وحي إلا نوقي أما كما نوقي ونوقبا ونوقعقاب إله وحي قد فعلت رسولك عليه الصلاة والسلام وشهد إكراهنا إلهي وكيري إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر مركا دلة سي وقرآن كم إذا يا حديث كان وحويا أيدي سأو ستاجيريس دلالة حديث كوا دلالة علماء إيرادان دلالة الاقتضاء كتبت وصول الفقه إن شاء الله تعالى كوارد دلالة الاقتضاء وحوية وهضل عن عقلا أم واقعا أما شرعا أنا أنصحين إلا بتقدير شيء فيه وحلوس وقدرمه يعني ودي سيس الجودة أيوه عقلا بانو وأنصحين هذا الكاس أما حسا بانو أنصحين أما شرعا بانو أنصحين يمكن الله تجاوز عن أمتي الخطأ دين السيس ودينا وحبا أين نقدرين ما أنصحين هذا الكني واقعا بانو أنصحين كما يسوك أنت كدحو ديال إلى هاي أمت ضيدة كما هو كذا في يوم وكما أن أي هذا الكذائر كيس ونقول يدنا وحبا القدرين ده كما إلى هاي ده كما دارفين وين كان عرقنا يجو أنت هالمام يجو قولي يفعل أنا منه وقصدني سو كذاية نسيان كنا إلى هاي كما دارفين أو كوا إلا بي أنت صح وإلو ده كدحو ده ولا جوا إلى إكراهنا لكما دارفين أو كوا بركود برك على خصمية مرة قال لي مكو خصبان مرة وحكى لكو خصبان بركة لابد من تقدير ليصح معنى الكلام وحكمه بركة محل قدر يا هل كان حدي اللي قدره الإثم وسورة ودا تجاوز عن أمتي إثم الخطأ أمتي إذا يوحو كدافي كما دم بيجيس وحا خلدنا كما هانو كدعا دم بيوجا مقريه والنسيان وحي اللي وجا يرد دم بيوجا قري مايو وما استكروا علينا وحي اللي خصبنا حنا دم بيوجا قري مايو وحكلا احتمال شاين لي راضو إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ أي المؤاخذة على الخطأ أمتي دي لا يوحو كنافي إن لو عقابه وحي كما وقيه وحي اللي وقيه وحي اللي وخصبه تهراء أي يسكو دويهين لكن تكدوا أنواع الحكم لقدره لا تجاوز عن أمتي حكم الخطأ كما وحي حكم كرتمي نسيان كوي حكم كرتمي إكرا وحي حكم كرتمي مركا ميدي دا ولا يسكوها فقسين إثم هي مؤاخذة خطأ هي نسيان هي إكراه كذا لطيلة ومدي سينو كذا عفوا وما وقع من الإنسان خطأ أو نسيانا أو إكراها استكمل شروطه لا يأثم به وحي قفك وقدعه كما أهان إلا وأهان لقو خصبه خصبتان شروط لما يسترتي لا يأثم به قفك كدن باب ماي كذلك المؤاخذة ولا يؤاخذ به العقاب ماي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وكان إلى هيري قد فعلت وحصواري مركا ومحي حكم كيمياء لقداف حكم الخطأ حكم النسيان حكم الإكراه تسوى محل خلاف سيد الصحيح حانا هذا لا يعطى حكما واحدا علماء أورانكارو خطأ يا نسيان يا إكراه كسته حكم كي سيقف كوالغا دافع لغا ما دافعنا لما أوران كرو بل في ذلك تفصيل كان سوكا ونا محايا نري إثم الخطأ يا عقوبة إثم وعقوبة الخطأ والنسيان والإكراه تجاوز الله عن أمة محمد صور عدما ذنبي يا عقاب إلا قررتبه وح إلا وقد عاي أما كما وقد عاي أما اللقو خصبي طوال قد عفو محام حلو نزاع حكمك
اللي قفك وحن خطا وقد عي كما وقد عي احكامك يا كره المس ديلكو كلا صوب قرنسا قتل عمدي يشيب عمدي يا خطب قيصر. اذا قتل الانسان معصوما خطا هل يسقط حكم فعله من ورن كرنا مر هدو كما هايو ديرو اسلها توغوشو ميدسرا كينتا دحمريون بو حبدي لهلا من ورن حكم كو كدعي ما ورن كرنا حكم كو كدعي. وكذلك وحويان اللوغة وقف كي نمبا دراول كيبو كرشبوي كويري القاري كان هو سيحانا ياهي مر كينو رقاق انو يتوسي ويسكي لابو شقم ويستعرى ود المري ميال ورن يحبال قمالها لو إلا به بحاك الدوان دو حاك الدوان وحارانة حقوق بني آدم كو صعب صنين هدو قفكو نسيانة نو صغير إلا وقو صغير رغتا تفصيل كدو ينوارك الدوان ناها ورطا إثميقا إيا عقوبة دا لبادا با خطأ إيا نسيان كي يكره ويغدان لكن وحال السمية كوان كرنا شيء حكم كيسي مردان في ذلك تفصيل وحلوك القاضي دونا مأمور به منهي عنه حقوق إلهي حقوق بني آدم تفاصيل معاسبة جلسة وحول الشيخ فالجهل جهل وعدم العلم وهي وعلم الآن فمتى فعل مركو السمية المكلف محرم وحاران هدو السمية جاهلا حاله ويامد جاهل كا بتحريم حران مديسة فلا شيء شينا عليه دوشي سماها ودوشي سا وحدو دعاي والله كمان نقن كربا سما اللي حاران تقلم الله هي وحيام الله يس أمري با يا قلي يا لنكره هذا الحاران أبغى تقول هذا شيء مسوي علين كرت ما يمسوي علين كرت مركا فلا شيء عليه أي من الإثم والعقوبة والكفارة وغير ذلك والذنب هي عقاب هي كفارة هي وحاسك على المايان هدو حاران السمية يسقو جاهلة كمان تكلم وصوقف كهضي في الصلاة صلاة دحية جاهلة حالة ويهي بتجاهل كوا بتحريم الكلام هذا الكحاراني مدي الصلاة دحية الحاراني ومتى ترك مركو كتك قفك واجبا جاهلا حالة ويهي بتجاهل كوا بوجوبه لم يلزمكما واجبا قضاؤه بل لينتسو إذا كان عدو يهي قد فات إنه تجي وقته واجب كل واحد صلاة كلا قاضي الوقت جيسي وليت شو جو ير وقت جيسي تجي دو وقت جيسي تجي قلل لهم الله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وحود اللي النبي يقول لهم يا مران وفرن المصيع كيف حمان سمية في سلاة سلاة حديد وكان وحان وهذا حمان تسعد لا يطمئن مو حسيرا في هذا حديد لم يأمروا ما أمرين بقضاء ما صلاة شيق اللي انتي فاتك تغي وقتك سوبحي ومن الصلوات صلاة كاملة وإنما أمر وحو أمرهم بفعل الصلاة صلاة دي السمينتي صلاة دي الحاضرة وقتك دي وجوغي على الوجه إنو الصمائيو قابك المشروعي إيها مدل تشيدي واي مركا جاهلقو إثمي إيو نسيانك وحنو تشيدا عقوبة دي لابد بو ريديا اما حكمك حلوك القاضي وحنو جهل جوجي فعل محرم با سوى ترك واجب هذو فعل محرم يا هاي حكمك سينا ريديا وكفاره هي فديه هي وحك لو كان لا ما جرتو حديو يا هاي وحن جهل جوجي ترك واجب وعر الشيخ وهدي وقتي سي و جوجه ولي دوائن الصمائيه سا نينكا برسولك عليه الصلاه والسلام وغو يري ارجع فصلي فينك لم تصلي صلاه دي وقتي دي ولي جوغي هدي وقتي سي او تغينا وحكمي كما دلانيان وقلي وحس كما دلانيان وايو صلاه دي مركا وقتي دي تاغنا بو نبي امر انو سي صحه او تكدو لكن صلاه دي كوري ايغا لفتو سا وخلدناي ركن الطمانينة وكم مقنع كسو علماء رسولك عليه الصلاة والسلام كجهل جيسا وجي يا رسولك عليه الصلاة والسلام أنا وقد ضلبين كسو علنت مثلك لي ديت صاليالك لنواتيران
كم هذا حديث كي عدي ابن حاتم. وأيضا الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. أيوة سيخل دلو فهمي. والخيط الأبيض يا الخيط الأسود يعني خيطان حقيقيان بو فهمي دون عط يد المذو لبدا سومر كا بركمده هستو دقشغي كو يسكعني إذا واجب بريوس إلا لبدا سوك العركة. نبي عليه الصلاة والسلام ركو شيغي رسولك عليه الصلاة والسلام وحو إن وسادتك العريض بكوري يعني كناية عن كثرة النوم يعني مد ننهو الدبة دباتي إلا وقت جايس كوردي. مركا رسولك عليه الصلاة والسلام وحو عديون الخيط الأبيض إلا وقت شيدو بياض النهار الخيط الأسود سواد الليل صوم كمال انتانا قال لي رسولك عليه الصلاة والسلام كم أوران. وحلم إذا عمار بن ياسر رضي الله عنه مركي وجنابوبي بيانا وواي وكي عيد كوغل قلميستيو سي صحة دي أمو قبا قبايسان رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة دا قال لي كم أوران. وحكا لو تشري دي مسلمين أوامر الشرعي قاهي مردن باقي قاري جرتي وميل دي نبي عليه الصلاة والسلام كفق كنا ولا يكو ميلو لو تشوغي وماركي قبلة دا اللي بدلي السحابي ساعد كالكو تكني سيغو الصلاة دي كتشيرو بيت المقدس وكي دواكي سحابي قوتكي بخاري مسلم باقي وريين تهوي استدار وي وريين صلاة دا انتي هراء قبلة دا منسوخة يوتكدين يكون سعلي لما أوران وهاي يده وركيده مو قارن وقت ميحين توركيده ميحين. طيب حالة ده لبعض حوية إن ها شيء جي وقت جي سعدي وتجاو كسعلي ما يمل والنسيان ذهول القلب قلبي جا مشغول كي يسويه على شيء وكم مشغولة معلومين الكاب الشيخ وينوتن ما فرقه ولا حياة جهل جاي نسيانك جهل هو عدم العلم والشيء جرمه ما يقفكم نسيانك ونوحه وقرانا إياه لكن بل بيجي سبا كم مشقولي ومعنا سوق قبل واي وما تفعل مركز سمي محرم وحرانا ناسيا حاله ويهيمد حراني مديس إلا وسن فلا شيء الشينا عليه دشي سماعهان دو حاران سمية نسيانا قلة إيو كفارة إيو فدية إيو إثم إيو عقوبة وحمد دشي سماعهان فلا شيء عليه ده لا دو النافية للجنس كمان أكل الساقف كعني في الصيام في وقت الصيام ناسيا حاله ويعمد إلا وسن صومك حمد وش يسمع النبي عليه الصلاة والسلام حيري إنما أطعمه الله وسقاه فليتم الصوم إلى إبا قودية أو ورابية صومك سايس كده ما يسترتم. ومتى ترك مركو كتك غفك واجبا شيء واجبا ناسيا حاله يمد إلا وسن فلا شيء الشينا عليه دوش يسمعهان حال نسياني هرت ومرك هذا يمدن بابيه ولكن هالسيء شيء عليه دوش يسوع فعله شيء واجب كهاي إلا وقت هي سمينتي سدوش يسع قارب وصمي إذا ذكره وقت جو حسوسته مرك هسوي مرك السنين كلا حكم نقدان محرم كيو يواجبك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويري من نسي قفك إلا بس صلاة فليصليها تكدو إذا ذكرها ولو بعد 10 سنوات مع نغتي وقت جيدي وبحي ومرهدو قدت جيني سيالا والله يمنعي. واحد كل مركا هلكا وهرو لي فمتى فعل محرم الناسين فلا شيء عليه حقوق الإلهي وينتني
أما حقوق الآدميين إذا فعل فيها محرما ناسيا فعليه الضمان. وينك الشغلة ده كي قفك قاري قوسي سكوين لابي تشيري يا ميل بالغوش يقول لي مش على بتاسة طالة أما مبادو قيم بقى وجهلي ين السيانك هي إكراه مردان حقوق الآدميين والجهل والنسيان والإكراه والخطأ هذه لا تسقط حقوق الخلق حقوق الخلق يمرد. والإكراه هنا إلزام الشخص وقفك إلا اللازم سيه بما شيء لا يريد أن الدونهين وحان الدونهين وإلا اللازم سيه وإجبار الشخص على فعل أو ترك أو ترك ما لا يريد فعله وتركه وقفك إن لغو خصبه ولغو درقيه وحان الدونهين سمينتي أما وح إن الدونهين السمينيه كتقستي سين لغو خصبه هذا إكراه لنا هذا مركا إكراه هذا كله لابن نوع بيقيميان إكراه ملجئة هي إكراه غير ملجئة. الإكراه الملجئ والإكراه الذي لا يمتنع لا يقدر المكره فيه الامتناع مما أكره عليه. الإكراه الذي لا يقدر المكره الامتناع مما أكره عليه. وإكراه قف كان لخصب إياه وحنلقو خصب إياه ديرستيس أنا أود الله هين وحضرنا كرتوال إكراه الذي ليس للمكره فيه قدرة على الامتناع وإكراه كلا خصب يا أنا أود الله هين وحنلقو خصب إياه إنه ديده صار عن جوري بعد جلستي سكنا عرطي أنت لقو قادو لقو الوالي بلقو ده توري حقا صار على قاسو توري قف حقه السمر يبا أتقدر دعه هذا قد إيه اختياره من اللي إذا أتقدر دعدين أنا أتقدر دعيل فقال الريح يبطح مركا كان قفك الذي لم الإكراه الذي لم يبق فيه للمكره اختيار ولا قدرة على الامتناع حكى الدور دور الشاب ملك أو أدنى أم الله وحلقه خصبا إنه ديده إكراه ملجئ على هذا فهذا يمنع التكليف بالإجماع إكراه نوع عاصي تكليف كوديدا بالإجماع جمهورته إكراه بكم أقعابا حنفية دون إكراه ما بين هذا الكاس لكن لما أدنى حيث كوا فقسين قفك النوع عاصي وكل عاي إكراه وبحسية جمهورته أما إكراه بما هذا الحنفية دو إن المكلف هاي ويسكوا فقسين حنفيهم حي كدي دين لروا إكراه وحليهم قف كوا كالآلوي حوم الصمين سو سيرجع على طوره كلا أيون لغضي أما الله استعماله كلا أيون لغضي رجع تسوى تصمية في اللفظ يونه ما إكراه بالعرنة يا مسي إكراه لقو مش شيء جيو لكن إنه تكليف كيريد يو وقف كوا حاله قصة ما هي أنا مكلف هين ولا يسكوا فقسين إكراه مركا غير الملجئ الإكراه غير الملجئ واكي والإكراه الذي للمكره فيه نوع اختيار وقدرة على الامتناع وإكراه قف كان لإكراه يلا درقنا يوم نوع اختياري ولو السجاح وكرا دورا كرا مثال ذلك وحل قولي بس كولا دنقاضو شامعة توقو هدي كلا ذا القتوقنية يلا بدي ساكر الدور ريسا ساكر الدور ري قدرة على الامتناع أنا ولا حركة راح حتو قل ما يدي لعنيه وديدي كراه حلقو يكراهي لكنه يهدد فيه بما لا يحتمل بما لا يتحمل لكن وحلو جوه هنشبيا وحان وقف كان التحمل كرندس إن لديلو حوليس ورنا لقى قادو إن لحرا إن لجراعه مركا إكراها غير ملجئ كلي خلاف با كوتشيرا سيدا الصحيح نو حويه لفتي سئلو التكليف كريدو والإكراه يلزام الشخص قف كان لو خصبا بما لا يريد حان الدونهين
فعله أو تركه. فمن أكره قفك الوخص على شيء شيء محرمنا فلا شيء شيئنا عليه دوشي سمعنا دو واحد نرى بحقوق ده بنادم يكون سابسين ولا يأثم ولا يعاقب ولا كفارة عليه. واحد الوخص بيسقى محرم على قتل السيد جزاء السيد حتى لقوم الله. كمان أكره صغفك الوخص بي على الكفر قال لي وقلبه حال قلبه مطمئن وكح السلية بالإيمان إيمانك وإكراهه غفك وحو كقلي كرا حق قولك إيا فعلك لكن اعتقادك قلبك لما إكراهي كرا حد قلبك كامل إسو ولكن شروط الإكراه بي كمتاي مري غفك كفر الوخص بي إنه قلبك ككفرين دو قلبك ككفرين اختيار كيسو ككفرين إلا قلبك سلام خص بكراه. وما نكره قفك الوخص على ترك واجب الشيء واجبك التقيستي فلا شيء شيء عليه دوشي سبعا حال الكراي مركا وخص بيها وعليه واحد دوشي ساقضاء قل انتيس إذا زال مركو إكراه سيسوله. كما نكره قفك الوخص على ترك صلاة صلاتك التقيستي حتى خرج إلا وبحي وقتها وقت جيد فإنه يلزم واجب كوا قضاء قل انتيس إذا زال مركو سوله الإكراه مركا إكراه حقوق ده آدميين تمرده دي لغو خاص بقف قاري إنا تتشبسو أما إنا تقبتو أما إنا حولي سعنتو حقا بن آدم كل عمايو. لكن دي شروط دي كراو دا ما يستران طوحة لو راعيا مكريها كوا خاص بي مرنا مكرها لو راعا مرنا مكرها لو راعا. وتلك الواتن وحر وتلك الموانع موانع دا إياد يتكليف كديد دا إنما هي دو حويان في حق الله حق إله بكو صاحب صمت التكليف في حق الله بيديس لأنه مبني المحايا لا حق إلا وميت كل سنة على العفو نافذي والرحمة حريص. أما في حقوق المخلوقين مياه حقوق المخلوقين تمرك لديحجوه فلا تمنع الديدي ميسو موانع ذني والجهل والنسيان والكراوية والخطأ من ضمان ما شيء مقدوغي يجيبه واجبه ضمان مقدوغيس لو حولو الإتلافي مقدوغيس ما واجبه waxa magdhawgiisu waajiba waa wixii maal ah naf iyo maal laakiin waxaan maal ahayn naf aan ahayn maal aan ahayn magdhawgiisu ma waajibse ay oo kale iyo xeebo noocaas maal ma idha lam yarda adanu raaliku noqon saaxibul haqq qofki haqq iska laabi suquuti haqq dhicistiisa wallahu aalam sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiira.